in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. إنفينكس تواصل نشاطها في الكشف عن هواتف اقتصادية ومتوسطة تحقق معادلة القيمة مقابل السعر. هذه المرة الشركة تفتح عائلة هوت 50 مع أول فرد. نذكر أن الجيل السابق هوت 40 كان ممتازاً في وقته وفي فئته السعرية وحقق مبيعات عالية. فهل يكمل هوت 50 على نفس الخطى؟ لنتعرف سوياً في هذه المراجعة السريعة. مراجعة سريعة. هوت 50 الجديد يخرج بجسم هو الأنحف في فئته السعرية بسماكة لا تتجاوز 7.8 ملم ووزن خفيف 188 جراما. يأتي الهاتف بمصنعية بلاستيكية وشكل مغاير عما رأيناه من الشركة سابقا، نافذة كاميرات رأسية بثلاث عدسات شكلها مربع على غير العادة، وفي الأمام شاشة تستغل الواجهة بذكاء مع ثقب الكاميرا في المنتصف. تقول إنفينكس إن الهاتف يدعم مقاومة رذاذ الماء والغبار بمعيار IP54. على اليمين زر الطاقة مدمج بمستشعر البصمة مع أزرار خفض ورفع الصوت. على اليسار مدخل شريحتي الاتصال وكارت ميموري. في الأسفل مدخل الشحن من نوع C، سبيكر ومايكروفون. يقدم شاشة متواضعة من نوع LCD مقاس 6.7 إنش بدقة HD. تعتبر ضعيفة في الوقت الحالي، خاصة مع وجود هواتف بحدود 150 دولاراً تدعم دقة Full HD. لكن إنفينكس عوضت الجودة الضعيفة بمعدل تحديث سلس وسريع يصل 120 هرتز في الحد الأقصى. يخرج هوت 50 من العلبة بنظام أندرويد 14 الأحدث، عليه واجهة XOS 14.5 من إنفينكس، بخصائص ومميزات إضافية تسهل الاستخدام وتمنح تجربة لعب إيجابية. في العتاد قامت الشركة بترقية المعالج لديمنسيتي 6300 من ميديا تك بثماني أنوية وتردد 2.4 جيجا هيرتز بمعيار تصنيع 6 نانومتر. الأداء سيكون جيدا بالنسبة لهاتف اقتصادي مع خيارين من الرام 4 أو 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت. في الخلف جاءت الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل. يذكر أن الجيل السابق هوت 40 جاء بدقة 50 ميجا بكسل، لكن لا نظن أن هذا قد يحدث فرقا في جودة الصور. لدينا كذلك عدستان مساعدتان للمساعدة في العزل عن الخلفية. في الأمام عدسة أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، تعتبر ضعيفة خاصة وأن الجيل السابق جاء بعدسة أفضل بدقة 32 ميجا بكسل. سعة البطارية تصل ل 5000 ملي أمبير بقدرة شحن عادية 18 واط. سيتاح الهاتف باللون الأزرق، الأسود، الأخضر والأرجواني بسعر 120 دولارا لخيار رام 4 جيجا بايت، وبسعر 130 دولارا لخيار 6 جيجا بايت. إنفينكس قللت في الكثير من المواصفات في هاتفها الجديد والتي كانت السبب في نجاح هوت 40. حذفت صوت ستيريو، قللت جودة الشاشة ودقة الكاميرا، قدمت بطارية بقدرة شحن أقل من الجيل السابق. فماذا سيكون مصير هوت 50 الجديد من وجهة نظرك؟ هل سينجح رغم ذلك؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات.